Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we will do a, a revision for second year secondary English. We will revise on the future perfect. Future perfect. So let's share the screen and do that together. Okay. Type. Uh, future perfect. The queen future perfect. ويل uh, well زائد have زائد التصريف التالي. يبقى في future وبيرفكت. future اللي هو بنعبر عنه ب والperfect والبيرفكت في have زائد التصريف التالي. نحط الاثنين مع بعض يبقى future perfect. هاف well plus have+ plus past participle. طيب I will have finished this report by midday. هكون قد انتهيت من كتابة هذا التقرير بحلول منتصف اليوم. طيب لو أنا عايز أنفي يبقى بنفي بقى الويل well اللي هي تعتبر فعل مساعد هنا وهاف برضه فعل مساعد لكن بجيب الفعل المساعد الاول اللي هو ويل well وبنفيه يبقى I want have finished this report until 5 o'clock طيب لو انا عايز اخلي الجمله في الانتروجاتيف او في الاستفهام سهل جدا طالما ان عندي ويل well وهي من الافعال المساعده او الاوكسيليريز او الافعال الناقصه احطها قبل الفاعل will you have typed the report of all these letters by the time the boss arrives يبقى ده سؤال طيب لو أنا عايز أخلي زمن المضارع سوري uh, المستقبل التام في المبني المجهول أو الباسف يبقى أقول well زائد have زائد been اللي هي تدل على الزمن التام وبعدين أجيب الباس participle مثلا our car will have been repaired by tomorrow سيارتنا ستكون قد تم اصلاحها بحلول الغد يبقى اذا زمن المستقبل التام بستخدمه في ايه for actions that will or will not be completed by a specific time in the future يعني حاجه هتكون تمت او لسه ما تكونش تمت بحلول وقت معين او قبل وقت معين في المستقبل مثلا by 8 o'clock tomorrow بحلول الساعة 8 بكرة I will have sent all these invitation cards أكون بعت كل كروت الدعوة By next October بحلول أكتوبر القادم The new metro line will have been built سيكون قد تم بناء خط المترو الجديد يبقى أول استخدام للزمن المستقبل التام إن أنت بتقول إن في حاجة هتكون تمت أو حاجة لسه ما تكونش تمت بحلول وقت معين في المستقبل وفي الغالب بستخدم باي زائد زمن مستقبلي للتعبير عن هذا الزمن اللي هو المستقبل التام طيب الاستخدام الثاني for actions that will or will not be completed before another action in the future يعني حاجة أو حدث هتكون قد تمت أو هتكون لسه ما تكونش تمت قبل حدث آخر في المستقبل مثلا I will have read the book before I return it to the library. أنا أكون خلصت قراءة الكتاب قبل ما أرجع أرجعه للمكتبة. أرجعه للمكتبة دي لسه حاجة هتبقى في المستقبل. Will have read حاجة هتكون حصلت قبل الزمن التالي. يعني حدثين في المستقبل دلوقتي. قراءة الكتاب وإرجعه للمكتبة. المفروض إن أنا أكون خلصت قراءة الكتاب قبل ما أرجعه للمكتبة. يبقى الزمن اللي هيخلص الأول اخليه المستقبل التام والتاني بخليه بقى مستقبل عادي by the time my father arrives بحلول وقت والدي يكون وصل I will have finished my homework هكون خلصت الهومورك يبقى by the time my father arrives و before I return it to the library ديت بيبقى في الزمن المضارع لكن الجملة التانية بتكون في زمن المستقبل التام طيب the future perfect وطبعا my father arrives دي لسه في المستقبل يعني قبل ما يوصل أكون أنا خلصت الواجب the future perfect is used with the following time expressions إيه الكلمات الدالة على هذا الزمن أقول مثلا before أو by زائد فترة في المستقبل uh, twenty uh, first أو uh, twenty one hundred القرن الثاني والعشرين مثلا by the time أو till أو until و in a year's uh, time او in two years' time uh, يبقى دي كلها expressions تدل على المستقبل التام. مره ثانيه اشهرهم طبعا by وزمن مستقبلي و before وزمن مستقبلي و by the time وتل واقول مثلا in a year's time in two years' time يعني في غضون سنه في غضون سنتين يعني حاجه لسه في المستقبل my wife won't have finished preparing the lunch till four uh, o'clock. يبقى مثال على تيل أنتل زوجتي مش هتكون انتهت من اعداد الغداء لحد الساعه الرابعه. In a week's time يعني في غضون اسبوع ممكن اقول بقى في غضون سنه في غضون شهر في غضون اسبوع يعني لسه اسبوع هيجي وبعدين ايه اللي هيحصل؟ We will have finished our exams. هنكون خلصنا الامتحانات يعني دلوقتي اثناء الامتحانات مثلا وفاضل اسبوع والامتحانات تخلص يبقى in a week's time we will have finished our exams. يبقى الاكسبريشنز ديت تستخدم مع زمن المستقبل التام لاحظ استخدام الروابط الزمنيه مع المستقبل التام روابط زمنيه زي بيفور وباي وتل وانتل وبيجي بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت في الجمله الثانيه يبقى في جمله فيها فيوتشر بيرفكت وبعدين عندي تايم اكسبريشن زي بيفور زي باي ذا تايم زي تيل زي انتل والجملة الثانية يكون في زمن المضارع أو زمن المضارع التام. نجيب مثال على ذلك. Before he arrives, I will have completed the report. قبل مثلا المدير ما يوصل أكون خلصت الإيه التقرير. By the time he has finished doing the homework, بحلول وقت إن هو يكون خلص الواجب, his father will have returned back home. هيكون والده رجع البيت. تمام؟ طيب نستخدم uh, before وby the time وby لنقصد قبل وقت محدد في المستقبل مثلا we will have taken the best the test by او uh, before June هنكون خدنا الامتحان by يعني بحلول او before قبل جون اللي هو شهر يونيو I won't have done all of my homework by the time او before you get home هكون ما انتهيتش من الواجب بحلول وقت ان انت ترجع في البيت أو قبل ما ترجع البيت أو قبل موعد وصولك للبيت يعني نستخدم مثلا in a year's time in a week's time in two weeks' time لنقصد في نهاية هذا الوقت في المستقبل مثلا in five years يعني في غضون خمس سنوات I will have started work أكون بدأت العمل how much will you have done on your project in two months' time هكون خلصت إيه في المشروع بتاعك في غضون شهرين تمام اكسترا uh, بوينتس هناك افعال تعبر عن المستقبل تلقائيا عند استخدامها في صيغه المضارع مثلا want to expect to hope to predict دي كلها تعني حاجة مستقبلية لما أقول لك مثلا I want to eat يعني أريد أن أكل لسه حاجة ها هتحصل مش حاجة حصل أقول مثلا I hope to succeed uh, with high grades آمل أن أنجح بدرجات عالية يعني واحد بيذاكر لسه الامتحانات جاية فهو بيقول أنا أتمنى أن أنجح بدرجات عالية، يبقى في الحالة ديت هوب هنا معناه إن حاجة لسه ما حصلتش، لسه حاجة هتحصل. زي برضه وش وزي نيد إلى آخره. عند استخدام تو بعد بعدها نستغني عن will وعند استخدام المستقبل التام نستخدمه بعد هاب زائد التصريف التالي. يعني مثلاً أما أجي أقول I want to study أو I want to مثلاً play tennis يعني حاجة لسه في معناها I will play tennis أوكي طريقة تانية للتعبير عن المستقبل يعني وان want to expect to hope ممكن اجيب بعدها have زائد بين زائد التصريف الثالث لو هي مبني للمعلوم او have زائد التصريف الثالث لو مبني للمعلوم زي مثلا I expect to have written three reports اتوقع ان انا اكون كتبت ثلاث تقارير by next week بحلول الاسبوع القادم Uh, I expect three reports to have been written by next week. نفس الشيء. طيب by 2030 بحلول سنة 2030, we expect to have built flats for all people in Egypt. نتوقع إن إحنا نكون بنينا شقق لكل الناس في مصر. We expect to have started building more than 100 natural gas stations by the end of this year. The food is expected to have been prepared. يعني إذا خلاصة الكلام we Want to, we hope to, expect. To wish ممكن تحل محل المستقبل بدل ما اقول uh, Will have uh, built أو will expect to have built. هي نفس الشيء ونفس المعنى شوف بقى تمرينات عشان uh, نطبق زمن المستقبل التام في uh, هذه التمرينات أول حاجة بيقول Wake me up by 9 o'clock. I long enough by then. I will have slept long enough by then. يعني صحين الساعة تسعة هكون آه نمت فترة كافية أو طويلة بحلول هذا الوقت. يبقى will زائد have زائد التصريف الثالث ديت تركيبة إيه؟ المستقبل التام. يبقى بي الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 2 phone me after 8 o'clock we dinner by then. we will have finished dinner by then كلمني الساعة أو بعد الساعة 8 هنكون انتهينا من العشاء في ذلك الوقت فهكون أنا إيه فاضي أقدر أكلمك يعني يبقى will have finished يبقى C الإجابة الصحيحة طيب number three will she enough Spanish to communicate before she moves to Madrid يبقى will she have learned هل هتكون اتعلمت أسباني بالدرجة الكافية عشان تقدر تتواصل مع الناس قبل ما تسافر مدريد يبقى will have learned يبقى دي برضه زمن مستقبل تام بس ده في صيغه السؤال يعني طيب السؤال نمبر 4 بيقول رنا the night shift by the time you get up in the morning won't have finished هتكون لسه ما خلصتش الشيفت الصباحي او المسائي بحلول وقت ان انت تصحى في الصباح <applause> won't have finished طبعا will أو want يعني إثبات أو نفي حسب المعنى يبقى عندنا will زائد have زائد التصريف الثالث طيب number five ماهر a good job in Cairo by the time he is 25 years old will have got هيكون عنده وظيفة كويسة في القاهرة لما يبقى عنده 25 سنة يبقى will have got بي طيب السؤال number six بيقول could you please return in 10 minutes your room will by then. ممكن ترجع في غضون عشر دقائق. Will room will have been cleaned. هكون تم تنظيف الغرفة بحلول هذا الوقت. يعني في خلال العشر دقائق. يبقى will have been cleaned. ده زمن مستقبل تم مبني المجهول. Will زائد have زائد been. وبعدين التصريف التالي. طيب الجملة number seven بيقول our guests are expected to by four o'clock this afternoon. يبقى to have arrived يبقى متوقع وصول الضيوف uh, 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 يعني uh, بحلول الساعة الرابعة يبقى expected to have arrived طيب السؤال السؤال number eight بيقول we all our needs in a week's time يبقى we will have both all our needs in a week's time في غضون أسبوع هنكون اشترينا كل احتياجاتنا. will have both will زائد have زائد التصريف الثالث يبقى بيه الإجابة الصحيحة طيب number 9 will my workplace uh, when I come to the office tomorrow morning have been prepared هل بليس uh, يعني مكان العمل هيكون تم إعداده لما uh, آجي المكتب بكرة يبقى will have been prepared برضو زمن المستقبل التام وبس هنا مبني للمجهول ويل زائد هاب، زائد بين زائد الباست بارتيسيبل طيب السؤال نمبر 10 it is big it is a big course we at by the time the vacation begins يبقى want to have finished لان الكورس ده كورس كبير مش هنكون خلصناه بحلول الاجازه او بحلول بدء الاجازه طبعا احنا بنقول ويل well او want حسب المعنى اوكي okay? Uh, we will have finished هيكون انتهى أو نكون انتهينا منه أو ما انتهيناش منه هنا بيقول إن الكورس كبير ما نكونش انتهينا منه I won't have finished طيب الجملة نمبر 11 <تصفيق> <تصفيق> By the time your children are in university uh, will e-books traditional books have replaced هل هيكون الكتب الإلكترونية حلت محل الكتب التقليدية اللي هي الورقية يعني <applause> يبقى will e books have replaced ديت اه مستقبل تام بس في صيغة سؤال يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب number 12 call me tomorrow at 11 i will know more because the meeting will have finished انا هعرف اكتر لان الاجتماع يكون قد انتهى will have finished will زائد have هي زائد التصريف الثالث يبقى A الاجابه الصحيحه ننتقل للسؤال number 13 He hopes the conference before he arrives uh, because he he'd like to hear the final speech. يبقى إيه؟ He hopes the conference won't have ended. يتمنى إن المؤتمر ما يكونش خلص قبل ما يوصل لأنه عايز يسمع الفاينل سبيتش أو الكلام النهائي أو ال يعني البرزنتيشن النهائية ال في المؤتمر. يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال نمبر 14 I hope a cure for COVID-19 by the end of this year يبقى will have been discovered uh, يعني مستقبل تام مبني المجهول will زائد have زائد been زائد the past participle uh, okay طيب number 15 I to sleep before 8 p.m. I won't have gone to sleep مش هكون رحت أنام قبل الساعة 8 يبقى will زائد have زائد gone ويل زائد زي زائد الثالث من في او مثبت بقى حسب المعنى زي ما قلنا. يبقى هنا وونت have gone دي الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 16 by the time I get home my wife supper will have prepared supper بحلول الميعاد اللي بروح فيه البيت زوجتي هتكون حضرت العشاء يبقى will have prepared will زائد have زائد التصريف الثالث ده مبني للمعلوم عادي. يعني زمن مستقبل تام في مبني المجو مبني للمعلوم will have received يبقى اذا سي الاجابه الصحيحه طيب نشوف في السؤال نمبر 17 will he the message by the time you your flight takes off يبقى will he have received هل هو هيكون تلقى الرساله بحلول وقت مغادره الرحله يبقى have received will he have received بس في صيغه سؤال يعني مستقبل تام في صيغه سؤال يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب 18 I took my car to the service center, but I think it won't even by Friday have been fixed. أتوقع إن هي مش هتكون اتصلحت حتى بحلول يوم الجمعة. Uh, won't have been fixed دي مبنية للمجهول في الزمن المستقبل التام. الجملة رقم uh, 19. <coughs> by 10 o'clock we have the way to Australia. we will have flown half the way to australia بحلول الساعه 10 هنكون طرنا لنصف نصف المسافه الى استراليا الى استراليا يعني اخر سؤال اللي هو number 20 by the time i get up in the morning i for 10 hours بحلول الوقت اللي انا بصحى فيه في الصباح i will have slept for 10 hours هكون نمت لمده 10 ساعات will زائد have زائد تصريف الثالث يبقى ده مستقبل تام مبني للمعلوم أه كده خلصنا الجزء الخاص بالفيوتشر بيرفكت ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هنراجع على اجزاء اخرى من القواعد ومن المفردات فتابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب